السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم هو فلوج، طلعنا على الحديقة هون بنرويج. طبعا هاي الحديقة التماثيل اللي فيها معاناة، انه لما كان الالمان محتلين النرويج وطريقة تعذيبهم للشعب النرويجي ومن الحكي هذا. فامبارح رحنا وصورنا لكم فلوج صغير، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وراح احط لكم بصندوق الوصف رابط لشابين، لقناة شابين، هي رابطين، مو رابط واحد، رابطين للقنوات الشباب. اتمنى ان اللي بيحبني ويتابعني يروح يشترك عندهم ويتفعلوا زر الجرس، لان كمان بنزلوا واحد منهم محتوى اغاني، والشاب الثاني كمان لقطات بوبجي وما بوبجي وهيك شغلات يعني جيمنج. روحوا اشتركوا عندهم وفعلوا زر الجرس وسلموا لي عليهم، ولا بترككم على الفيديو مشاهده ممتعه، والسلام عليكم. السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا اليوم رايحين فلوج على حديقه اسمها شو اسمها؟ فروغنير بارك. انا ما بعرفها لهلا ولا شفتها، صار لي 6 سنين وين بنروج لهلا ماني شايفها. ف رايحين نشوف هاي الحديقه وبعدين انت شايفها. فبعشقه معي مود اللي كان معي بالسكواد اولي، هلا راح نشوفكم اياه كمان منظره وديكوره. كان هو من فلسطين طبعا، تحياتي لاهل فلسطين واللي عم يتابعنا من فلسطين. وهلا بنشوفكم الحديقه. فالحديقه فيها شويه شغلات بس اعذروها لانه هاي حديقه يعني، وعالم ما اعرف، كل العالم تيجي تشوف هاي الحديقه، ما اعرف شو اللي فيها لحتى العالم عم تجي. فنحن كمان رايحين نشوفها وراح نفرجيكم اياها لكم كمان، واعطونا رايكم تعليقات اذا شفتوا شيء ماشي فاعذرونا عليه. وخليكم معنا ولنكمل الفلوج سوا. هلا لوين القدام انا؟ حاط اللي يمسك كلهم. طبعا ما بنعرف الطريق، ابو عجل صاير شو اسمه تبعنا الجي بي اس تبعي. وقفي على الطريق يا حرمي رجاء. عندنا جي بي اس ابو عشقة طلع اعطيك ابتسامة للكاميرا. هاي السفارة بوتي. هاي سفارة، مرحبا السفارة. شارع هون كنت اشتغل الشتوية الماضية، رحت على منطقة زلمة شو بي عندهم عاملين ديكورات حلوة، منطقة كلها نفس الديكور. ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف هون لا؟ يعني يسار يسار يسار. هاي اسمها منطقة صفرات، هاي هون تلاقيهم تعمل حادث تنضب بسرعة. كيف تنضب؟ يعني بدور بتاع شرطة ما بتعرف ثاني. ليش؟ منطقة صفرات. هاي تلاقي السفارة الأرجنتينية والسفارة الإسرائيلية قدام شوي. وين؟ هاي تلاقي السفارة الأرجنتينية والفرنسية والهولندية. ما في سورية كمان؟ ما في سورية. هلا على حظي وقفت. ها هاي وصلنا للحديقة اللي حكالنا عليها شيكالاندو تشيكافازادو شيكالاندو مود اللي كان معي بالسكواد. هاي الحديقة طبعا الحديقة والله الحديقة لها معاناة، يعني انه هذول التماثيل صحيح مزلطين لا تطلعوا عليهم، بس لهم معاناة ايام الاحتلال
الماني للنرويج 5 سنين، ففرجاهم الويل مثلا هذا شايل ابنه عم يركض، كان عم يحرقوا العالم، يحطوهم بالش اسمه بالجوار ويحرقوهم. فما حدا يطلع انه البني ادمين مزلطين عادي، لانه التماثيل بالنهايه. فكل تمثال له معاناه، يعني مثلا هذا ليه كيف عم يضرب البنت، وهذا ما اعرف ليش واقف هيك، عيب عليك انت روح. والله واحد يستحي يصور هيك حديقه يا زلمه. ربي مثلا هذا له معاناه، ليه كيف عم يعذبه وياخذه. في عندنا حبايا اخي، في عندنا تمثيل هيك بالشام هيك. ربك؟ يعني بالشام. ما بعرف، ما رحت على الشام كلياتها، انا ما رحت على الشام لحتى اشوف التماثيل هيك. هون طبعا في نهر صغير، ما اعرف نهر مي شو هي، ما بعرف. ولسه الخير لقدام، يعني هنيك انتوا شوفوا هذاك اللي بالنص، يا الهي رايحين لهنيك لنفرجيكم اياه، لانه بيشبه كل شيء لما بيشبه حدائق. فشو رايكم بهيك حديقه؟ يعني اعطونا رايكم انتم كمان. هاي طلع بالموبايل خرافيه. اعطونا رايكم، يعني شو رايكم بهيك حديقه؟ ما حبيت الحديقه انا بصراحه عن جد. يعني اختيك اذا بدكم، فانت هي الكلمه نسيت، اذا بدكم تعبروا عن شيء ففيكم تعبروا بطريقه ثانيه، مو مثل هذول اللي ورانا. والله العظيم ما بعرف التعبير. التعبير في مغزى الشاعر معلش. والله في مغزى الشاعر، مو والله معبرين بطريقة بشعة، يعني مو ما حلوة الطريقة اللي معبرين فيها عن انه تعذيب وما تعذيب. فهي حديقة، جو الحديقة حلو، بس لو مو التماثيل هدول. فأعطونا رأيكم انتم كمان بكومنت، انه شو رأيكم بهيك حديقة وهيك تعبير عن الظلم اللي مروا فيه. نحن كمان السوريين مرينا بالظلم، يعني صرنا 10 سنين تقريبا بالظلم، نجي نعبر بهي الطريقة مثلا. اكتبونا تحت بالكومنتات رأيكم، تروح اشوف عكروت شو بقى ابني عم يبكي، ونكملكم مشوار لفوق ونصور باقي الحديقه. جبنه والله هيك واحد بيمسكه. ايه برتاح وهو بريح. فرجيني كيف ماسك الصغير. قال هيك واحد بيمسك الصغير، يا جماعه الخير يمسك هيك بايد واحده، ليك المسك اللي ماسك عم يقول هيك واحد بيمسك الصغار. ايه معلم، ليك مرتاح وانا مرتاح معلم. ايه مرتاح على التفطاس ولا الزلمه. لا صح، هي بس حفوظك هي من 26. فطالعين لفوق وفي لسه تماثيل كثير. يعني كحديقة حلوة، انه يعني منظرها اشجار ماشر، بس التماثيل هذا يا جماعة الخير عن جد مخرب الدنيا. طبعا راح يكون من هذا طرف الشمس انه عم نطلع، فاعذرونا اذا شوي مو واضح. المشكلة ابو شيخ الشباب ولا شو يا جماعة الخير، صح ولا لا؟ يكسونت ولا يكسونت، ما اعرف شو هدول. هون شجر، قولوا ايه شجرة فيها بني ادمين، ما اعرف شو هي. هو الموج شنو هذا؟ راس شجرة ولا شو؟ شجر عم يطلعوا عليه العالم، انه هرب عم يهربوا من. انت ليك ما هدول ما احلاهم كلهم اولاد. تعال شو تسب. لا زين سبك شوي. شجره اولاد طالعين عليها هربانين من عساكر الالمان، نقول جايين لهون على شجره يعني، وهدول ما يستحوا على حالهم، عيب عليكم عيب. لا مي جوا ولا شنو؟ ايه تطلع مي جوا. وين ما تروح عم تلاقي تماثيل مزلطة يا جماعة الخير، وين ما تروح. هلا مود شلون بدنا نطلع لفوق مع الدرج ومعنا عربانة؟ عادي، أمك تحمل عادي، نحن عربانة. أيوة. بده تفكير يعني مثلا؟ والله كل شيء بده. عادي شو حط الماء بإيد وتطلع بإيد. شايفني جون سينا ما أنت؟ لا أنا بطلع لك إياها. هلا بس نطالع العربانة والصغير لفوق، نرجع نصور لكم. اوكي هاي وصلنا لقسم اللي فوق، هلا نقرب اكثر. والله مناظر حلوة، غيرت رأيي. طبعا الحديقة حلوة مو المناظر، الحديقة حلوة هون منظرها. عاجب لك؟ هذا شو واطي؟ هذا هدية
انجليزي على اساس هو انه مسلمين وحجاب ودنيا وحاطين بافلات مخربين الدنيا. طبعا هذا كمان كلهم بني ادمين ها. النرويج في الافق من الافق من صرنا ساعة بنتخانق على هذول هي الشجرة فقلنا ياسمين وياسمين رحنا شفنا اخر شيء طلعت مو ياسمين لانه حديقة فيها ريحة ياسمين والله فكرتها ياسمين انا شباب يا ام غيس تعال خلينا نطلع لفوق تعرفون بدك صورة ووقف قدام الظلول صورة كلها هيك انت توقف هنيك وتصورني لا انت بدك تصورني انا بدي صورك؟ ايه ليش؟ شوف تعطيني هنا حتى صورك يعني قد الحكي هذا انت شوف تعطيني شوف تعطيني اذا صورك يعني رجع باركينج هلا برجع باركينج حفظت الطريق يعني عادي انت ارجع على البيت هلا عادي ذاك ويت تريك تاخذ تريك خمس دقائق تطلع بوش ليس اروح من اوش ليس 10 دقائق تطلع بكون للسوق السياره عم تستناني هناك سياره مين بدك تدبر لها سيارات ها خلينا نطلع لفوق رايك اطلع هون اسوي كم صوره بدو اوكي سكال ديرو دانس اوكي باري كوم يدي يا ما هي تبي ده باندا باندا يا اوكي سكيري ده في التليفون يا سكال ديرو نو ار ديرا نيو امير كان ترى يورا فروت يا يا ايه وراسكي يبدو ده ليكن طبعا انا شو بصور قبل ما نرقص اوكي تزيتك هذا هذا ها يشبه كيجي لما يشبه الرقصات هذول الجوز انت شو عم تسوي بدك ترقص مثلهم يلا ايه على السريع يلا اعطيها رقصه اي فرق من احمد عمو احمد قلت لي هي احمد شو مود اللي فوق هاي وقت ما كانت الحرب بعد الحرب العالميه الثانيه كانت الالمان تحرق كل شيء عنده اجهزه الكترونيه كانت تهرعون تحطون قاعدين بمقبره جماعيه يعني اي واحد عنده اخبار نرويجي بغير لغه المانيه كان يحرقهم فهدول شو كانوا يسموها نسيت ما اعرف شو بيسموها كمان إبادة جماعية ما اعرف شو هيك شيء يعني المهم هدول اللي كان عندهم يسمعوا الاخبار باللغة النرويجية مثلا كانوا يحرقوهم والنرويجي بعدين صاروا عملوا لهم تماثيل هيك 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 هي مقبرة جماعية بيسموها اعطونا رايكم بالكومنتات عن هيك حديقه طبعا ما اعرف اذا قصه حقيقيه ولا شلون انا هيك سمعانه من مود طبعا هو حكى لي فاذا حدا بيعرف شو القصه الحقيقيه كمان يكتب لنا اياها بالتعليقات ها عمود شو بده ياكل؟ شايف امه عم تاكل بده ياكل بده ياكل بسكوت يا ابني ايوه حس حالي بارنا ستي على شوية معلم اشتغلك ببرنا هاجي؟
طبعا هاي هي الحديقة كلياتها اللي جينا عليها اليوم. اتمنى انه يكون عجبكم الفيديو والحديقة. ما بعرف، انا لقيت مناظر هون. خيو كرهوني يم الفلوق وهم الطلعة كلياتها، يعني عن جد شغلات تكرهك الدنيا. شو بتحكي للمتابعين؟ موفقين يا رب، و احلى عالم واحلى ناس. هذا بيقعد هيك بربك؟ تعبني اقسم بالله، تعبني بس. شو دقيقتين ثلاثه كان ماسك ابني لانه كنت عم صور، تعبني. ايه صلي دقيقتين. انت كيف راح تتجوز بس بكره؟ كيف راح تتجوز انت؟ مين قال لك تتجوز اصلا؟ كيف راح تتجوز وتهتم بابنك مثلا؟ الشغله هاي ابو شريك انا؟ ها؟ هو ابو شريك الحمار، هو ابو جوره ابو شريك. انا شفت كثير حمير عم توقع معلم، انا بديش اياها. انا شو قصدك؟ انا حابب ابو شريك. شو قصدك قولها؟ خايف اكلت لي اللوحه. ليك عم يعمل فتنة، يعني ما حدا يرد عليه، يعني هذا مجنون مشوش عادي، يعني ما حدا يرد عليه، مجنون شوي. اللي عباله يتجوز وانا بلاقي لكم بنت الحلال ان شاء الله، بس لاقوا لي وحده معكم انا كمان اتجوز، خليني اهرب من جد. خلنا بعد اللي ما راح ننام بالبيت. يلا المهم اللي بده يتجوز يا شباب الخير، يعني ما في شيء جيزه سيكلاما، بس وحده، مو تنتين بس وحده، بس وحده الثانيه حرام. فخليكم على وحده و... الشارع بس مو النسوان. الشارع محلك بس مو النسوان اللي محلك تروح فيها يا بني ادم. قبر القانون النرويجي بيسمح لك بس وحده، مسموح لك واحدة ومسموح لك 10 صاحب. ايوه وبيرفنت معلم. وانا هيك شكلي بدي اسوي. انا فكرت بشيخ انا اروح البيت معلم. علي انا اترك من اروح نحن. انا والله ما عاد اعرف اذا رح نام بالبيت اليوم ولا لا. المهم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفلوج والفيديو واعطونا رايكم. حبينا نغير شوي بالفيديو بالقناة، وان شاء الله بهالكم يوم كمان رايحين مش منطقة ثانية كثير حلوة نصور لكم اياها. ولا بترككم مع الفيديو مشاهدة متعة، والسلام عليكم. بتحكي شيء؟ لا حبيبي قول لهم حطوا لايك وكومنت، حطوا لايك وسبسكرايب ومدلوهن واشتراكاتكم يا شباب، وفعلوهن الجرس. وفعلوهن الجرس. الله، سلام.